طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Into this session I'll be solving هاي السيركت الموجودة أمامنا، بحيث أنه راح تكون هذا السؤال مكون من two parts. بحكي لك السؤال in the circuit shown here. هاي السيركت الموجودة عندي لاحظ مكونة من three branches، البرانش A, D, C, B. تمام، لاحظ في independent voltage source اللي هو 14 فولت، في أميتر، وفي resistance قيمتها 6 ohms، وفي البرانش AB لاحظ في resistance قيمتها 8 ohm، وفي independent DC voltage source قيمته 42 فولت، وفي عندي third branch اللي هو AEFD مكون من independent voltage source قيمته 12 فولت، resistance قيمتها 2 ohms and switch. ممتاز. بحكي لك in the circuit shown in the figure find the reading of the ammeter when the switch S is opened. تمام؟ يعني request الأول اللي هو بحكي لي ما يلي. Request number one بده ما يلي. بده reading of the ammeter أو الأمبير ميتر. تمام؟ الأمميتر واضح عندي هون. Okay. When متى بده اياها بالضبط؟ When the switch is opened. إذن when the switch S is opened. مفتوح هذا السويتش. Okay. Is opened. تمام؟ فلما يكون هذا السويتش عندي open meaning إنه ما في there is no current is flowing in this branch. So by this لما تروح كل هذا البرانش السيركت will be only عبارة عن one simple loop circuit. تمام، اللي هو بالضبط راح تكون هيك شكل هاي السيركت. لاحظ راح يكون عندي هاي السيركت كالتالي، باخذ هاي كوبي حطها هون، لاحظ تكون هيك شكل السيركت بالضبط زي هيك. ف this is then how the circuit looks like لما يكون عندي the switch S is opened. تمام، وبالتالي لاحظ انه صارت عندي عبارة عن simple loop circuit. وبالتالي in order to find the current في هاي السيركت simply I assume انه في عندي current is flowing، وهذا الكرنت for example بحاول انه من النظر اشوف ايش ال highest battery او DC voltage source، مبين عندي 42، وبفترض انه الكرنت يعني in the same direction in the same direction of the polarity of this battery، فهذا بنسميه الكرنت I. تمام، طيب هلا بما انها simple loop circuit الكرنت I عندي ايش بساوي في هاي الحاله؟ الكرنت I اذا راح يجي عندي مجموع الاندبندنت فولتج سورسز على مجموع الريزيستنسز هون. تمام، هلا بدي اتحرك بس in the same direction of the current، يعني بدي اتحرك بدي ابدا من B A D C بعدين بدي ارجع على A بهاي simple loop circuit. اي DC voltage source البولاريتي تاعته in the same direction of my rotation باخذ positive، اي DC voltage source البولاريتي تاعته in the opposite direction of my rotation راح اخذه negative. اوكي، هذا هيك اذا راح اتحرك. وبالتالي بدي ابدا من هون دي، لاحظ بتحرك بهذا الاتجاه انا من دي الى A او من B الى A سوري، البولاريتي تاعت هاي الباتري in the same direction of my rotation، فبدي اخذها عباره عن 42 باخذها as a positive بس عشان نميزها. اتحرك بعدين هون من A الى D، لاحظ في عندي ماشي انا من A الى D، البولاريتي تاعت الدي سي فوت سورس in the opposite direction، اذا باخذها minus 14، اخذتها minus 14، ضل عندي اشي any voltage sources لا، على مجموع resistances. resistances بهاي اللوب عبارة عن 6 plus 8، فباجي بحكي اذا 6 plus 8، وهنا بيطلع عندي الجواب عبارة عن 28 على 28 over 14، وبيطلع عندي هون اذا الانسر عبارة عن 2 amps. اذا this is the reading of the ammeter، لانه هذا هو عبارة عن الكرنت اللي بمر بهذا الاميتر. اذا كأني عم بحكي لك هون reading of the ammeter، اذا reading of the ammeter، هذا الاميتر A is I، وهاي ال I equals to 2 amper وتساوي 2 امبير. تمام، هلا الكيس نمبر 2، اذا هاي الكيس نمبر 1 بده ريدنج اوف ذا اميتر وين ذا سويتش از اوبن. الكيس نمبر 2 قال لك بعد ما السيركت اشتغلت بهاي
الوضعية أو بهاي الكيس، رحنا سكرنا السويتش. في اللحظة اللي أغلقنا فيها السويتش بطلت عندي عبارة عن simple loop circuit، تمام؟ بطلت عندي عبارة عن simple loop circuit، وبالتالي السيركت إذا راح تتحول لا I would say لا complex let's say circuit، وبالتالي إذا راح يكون analysis تبعها كالتالي. بدرس أحط السيركت هون، وبدي أحط بدل case number one هلا بدي يكون عندي case number two reading of the emitter. sorry هون راح يكون عندي إذا number two بدنا reading of the emitter، بدل ما هو reading of the emitter بدي يكون عندي هلا when the switch مش is opened when the switch is closed، تمام؟ فبدي اخذها كوبي وهون بدي ابدا الاناليسيس بناء عليها. فهاي بدها تكون عندي اذا reading of the emitter when the switch is not opened when the switch is closed، تمام؟ لما هذا السويتش يكون closed. شو معنى هذا السويتش closed؟ معنى هذا السويتش closed يعني هاي السيركت بهذا الشكل صار، تمام؟ يعني كأني عم بحكي لك ضمنا انه هذا البرانش صار هيك شكله، تمام؟ بهذا الشكل. اذا عبارة عن two loops small ones one big loop، او في عندي صارت complicated circuit. ففي هاي الحالة شو بسوي عادة؟ نيجي بنطلع على النودز الرئيسية، في عندي نود A ونود B بدي اطبق فيها كيرشوف كرنت لو كيرشوف فولتج لو. بدي افترض دائما ابدا تفترض الكرنت وتختار النود، يعني تيجي تفترض انه هاي النود الرئيسيه راح تكون عندي هاي النود، خليني اعلم لك اياها بس ان يلو. فهاي بالنسبه لي هي النود الرئيسيه، تمام؟ وبدي اطبق عندها الكي سي ال. فباجي بحكي اذا ابلاي كي سي ال ات النود اي او الجنكشن اي، تمام؟ فهي الحالة you need to assume the current، تمام؟ فبتيجي بتعمل assumption للcurrent، بمعنى بتفترض انه for example الcurrent عندي من هون عم بيمر عندي I، عم بتفرع منه الجزئين for example هذا الجزء بدي اسميه انا مفترض انه I 1 وهذا الجزء for example بهذا الدايركشن وهذا عبارة عن I 2، وبالتالي applying KCL عند النود A مجموع السم في الـ I الـ N او مجموع الcurrents تمام؟ من i for example equal 1 ل n مجموع الكرنتس بتساوي لي 0 عند هاي النود، بمعنى مجموع الكرنت ال n بيساوي مجموع الكرنت ال out، هيك عادة بنحكي صح؟ مجموع ال i ال n لازم يساوي لي sum of ال i out، اوكي؟ طيب خلينا نحكي هون اذا ما اللي راح يصير عندي الكرنت i بده يساوي عبارة عن i1 plus ال i2، هاي عبارة عن equation I would say number 1، هاي راح تكون عندنا equation number 1، تمام؟ اللي هم واضع عندي هاي كويشن نمبر 1، تمام؟ هلا بعد هيك بعد ما تطبق كي سي ال عند النود اي بتروح بتطبق كي في ال بتختار لوبس محدد. فباجي فور اكزامبل بختار الفيرست لوب، بفترض فور اكزامبل الروب بدها تتحرك بهذا الدايركشن وهي اللوب نمبر 1، تمام؟ وبدي اختار اللوب الثاني مثلا بهذا الدايركشن وهي بدي اسميها لوب نمبر 2. فباجي بحكي اذا رقم 2 اذا بدي اعمل ابلاي الكي في ال at الفيرست لوب، اختار اللوب الاول، تمام؟ at الفيرست لوب. طيب خلينا نمشي مع بعض ونطبق الكي في ال على الفيرست لوب مع بعض، اوكي؟ كي في ال شو بحكي لي؟ بحكي لي مجموع الاي في هاي اللوب بده يساوي لي دائما اللي هو فولتج رايز بيساوي مجموع الاي في الاي، تمام؟ فبتحرك فور اكزامبل بدك تتحرك من اي دي سي بي اي، فهاي عباره عن اي دي سي بي اي، تمام؟ هيك احنا اللي هو دايركشن اوف اور روتيشن راح يكون عندي، وبالتالي راح تحكي معي لي بدي اتحرك من اي الى دي لسي لبي بدي ارجع لاي بدي اعمل لفتين، اللفتين راح يكونوا عندي كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه. هلا نفس ما عملنا البرنسيب اللي احنا ماشيين عليه، ببدا باللفه الاولى بشوف الفولتج سورسز وبعدين اللفه الثانيه بعد بشوف فيها الفولتج دروبس. هلا الفولتج سورس، اي فولتج سورس البولاريتي تاعته ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف ماي روتيشن باخذه نيجاتيف، ان ذا سيم دايركشن اوف ماي روتيشن باخذه بوزيتيف، تمام؟ واثناء الروتيشن اي كرنت اي برانش كرنت تمام الدايركشن تبعه ان ذا سيم دايركشن اوف ماي روتيشن باخذه بوزيتيف، ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف ماي روتيشن باخذه نيجاتيف، تمام؟ تتحرك اي دي سي بي اي. هلا اتحرك من اي ل بي، نبدا اول لفه للفولتج سورسز، باجي بحكي -14 بعدين امشي في عندي هون +42
42. خلصنا خلصت. بعمل لفة تانية. باجي بحكي الـ I1 عم بمر عندي بإيش؟ بـ 6 ohm. الـ direction تبعه the same direction of my rotation. إذا I1 ضرب 6. تمام؟ بعدين بحكي هون I ضرب 8. إذا plus و I in the same direction of my rotation. I ضرب 8. تمام؟ فالـ equation number 1 إذا راح تكون عندي simply ما يلي. عبارة عن 6 I1 plus 8 I2 بتساوي لي كم؟ بتساوي لي 28. طبعا 6 مش I2 دير بالك، هاي I. طيب هاي خلصنا من هون. لا ال I ممكن أحط مكانها I1 زاد I2، وبالتالي substituting تمام equation 1 in equation 2. لو أحب أقول لك وين 2، هاي 2 شايف هاي الإكويشن، هون عندي 2. فباجي بحكي ما يلي، إذا 6i1 6i1 plus 8 بدل i بحط محلها i1 plus i2 i1 plus i2 بتساوي 28. تمام، وبالتالي رح يكون عندي 14i1 اللي هو 6i1 plus 8i1 تمام زائد 8i 2 بتساوي عندي 28. فهي الإكويشن فعليا إكويشن نمبر 2. هاي رح تكون عندي إكويشن نمبر 2. ما فباجي بحكي هاي سوري إكويشن نمبر 3. ما بعد هيك شو بسوي؟ أبلاي كي في ال على لوب نمبر 2، هذا اللوب. إذا بدي أحكي هون أبلاي الكي VL for second loop. والsecond loop فعليا شو هو؟ السكند لوب اللي انت بتتحرك فيه اللي هو A E F B A. اذا بدي اتحرك A E F B بعدين بدي ارجع لA، بدي اطبق ال KVL. مجموع ال E بده يساوي لي مجموع ال I في ال R. فباجي بحكي sum. خلينا نشوف مجموع ال E يساوي مجموع ال I في R. ممتاز. تعال بدي اتحرك A E F B A A E F B A. لاحظ بدي اتحرك A E F B A، لاحظ plus 12 plus 42. إذا بحكي plus 12 plus 42 بده يساوي، لاحظ اتحرك كيف هلا؟ بدي اتحرك هيك I2 مضروبة في 2 ohms. إذا هاي I2 مضروبة في 2 ohms، بعدين عم بتحرك هيك I مضروبة في 6 ohms plus I ضرب 6 ولا 8، لمحت 8 ضرب 8 ohms. مظبوط ضرب 8 ohms. ممتاز خلصت. لا 12 اللي هون بدي يطلع عندي 2 I2 plus 8 I بدي يساوي هذا الحكي كم؟ 54. وهاي الإكويشن، هاي الإكويشن بدي أسميها إكويشن نمبر 4. هاي لاحظ إكويشن نمبر 4، هاي 4. وبالتالي اللي راح أعمله مالي، راح أعمل نفس الشيء. I will substitute إكويشن 1 تعرفها بتاعت الكي سي ال في إكويشن 4. إذا substituting تعويض substituting equation، لاحظ equation 1 n equation ايش؟ in equation 4. equation 4 شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2i2 plus 8 مضروبة في i1 plus i2، هذا الحكي بيساوي 54. بده يطلع عندي اذا 2i2 plus 8i2، وعندي 8i1 plus ايش؟ 2i2 plus 8i2 plus 10i2 بيساوي لي 54. تمام، هاي الإكويشن راح تكون عندي إكويشن إيش؟ إكويشن 5. فهلا بدي أعمل إيش؟ Solving الإكويشن 3 and 5. بدي أحل هدول 2 إكويشنز. طلع 3 وينها؟ نفرجيك وين 3. ما equation 3
هاي equation 3 و equation 5. هاي equation 5 راح اسويه خلاص، راح اشيل هدول وبدي احل هدول تو equations. طلع في عندي تو equations بتو variable، في عندنا تو equations بتو variables. سندوها هاي بحركة هيك عشان بس يكونوا تحت بعض. تمام، طبعا هون امامك عدة خيارات، اما انك تحلها يعني manually زي ما حليتها في previous examples باستخدام الحذف او التعويض اللي هو deletion او substitution. تمام، هاي احد الطرق. تمام، هذا واحد من الميثودز. ممكن تستخدم scientific calculator، ممكن تستخدم for example MATLAB. In this session for example بدي استخدم فرجي how are we going to solve it using MATLAB. كيف بدي اسوي using MATLAB؟ تروح تعمل matrix بهذا الشكل، لاحظ واحدة للresistances واحدة للcurrent I بهذا الشكل. تمام، بدي اسوي لي voltages. والله هاي احد الطرق برضو السهل، بمعنى بطلع من هون الI1 تكتب على شكل ماتريكس فورم، هنا I2 هنا 28 هون 54، بعدين بتيجي بتحكي هنا 14 8 8 10. لاحظ لما تطبق تضرب صف في عمود ايش راح يصير عندك؟ هون الصف الاول في العمود الاول 14 I1 بلس 8 I2 بعطيني 28، مظبوط. هاي equation 1. equation 2 تضرب الصف الثاني العمود الاول 8 I1 بلس 10 I2 بساوي 54. هلا هاي بالنسبة لك هاي تمثل R وهاي تمثل current I وهاي تمثل ال V. تمام، فروح شو بتسوي؟ بتروح بتعرف matrix في الماتلاب for example قيمتها 14 و8 بالصف الاول 8 10 بالصف الثاني. تمام، وبتيجي بتحكي في هاي الحالة ال I هي عبارة عن V في ضرب ال inverse تبع ال R، inverse of the matrix R. تمام، inverse the matrix R. هلا بدي اعرف الماتريكس R 14 8 8 10. خلينا نشوفها مع بعض. تيجي على الماتلاب هون تيجي بتعرف ماتريكس R بتساوي 14 8، بعدين سيمي كولون 8 10 وبتسكرها. هاي الماتريكس 14 8 8 10. بعدين بتعرف الماتريكس تاعت ال V الفولتج اللي هم كانوا بالنسبة لإلك عبارة عن 28 45 54 8 سوري 28 54 بتسكرها، بتعمل انتر عشان طلع الكرنت I. I شو بتساوي لي؟ بعدين بتيجي تحكي ال I بتساوي ال I زي ما كان بتساوي ال V صح في انفرس ال R انتر. تمام، فهاي الحاله طلع عندي ماينس 27. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه i1 بتساوي ماينس 2 امبير و i2 بتساوي 7 امبير. هذا معناه على انه الاي حسب ايكويشن نمبر 1 هي i1 + i2، فبدي يكون عندي ماينس 2 بلس 7 حيطلع عندي خلاص 7 بلس يساوي 5 امبير. انا ايش بهمني من الكرنت هذول؟ بهمني الكرنت i1. لاحظ طلع معي ماينس 2 امبير. شو معنى ماينس 2 امبير؟ يعني انت مفترض انه الدايركشن تبعه بهذا الدايركشن على انه ماينس 2 امبير، معناه على انه الكرنت هذا الدايركشن تبعه i1 ويساوي لي 2 امبير. مع بدك تطلع عليها ككل مع الارو، مهمني انك تطلع على الارو، بالتالي هيك تكون حددت انت قيمة الاميتر او I1 بهذا الشكل وعبارة عن minus 2 امبير. شو معنى هذا الحكي؟ انه الدايركشن تبع الارو هو فعليا معكوس بهذا الشكل، بمعنى الكرنت is not leaving من الجنكشن A او النود A، الكرنت I1 اللي هو 2 امبير is entering into هاي الجنكشن. تمام؟ فيعني هذا تقريبا example بسيط فرجينا how ممكن في لحظة معينة تكون نتعامل مع simple circuit زي ما تشايف هون، بعدين فجأة بإغلاق switch بسيط جدا، إغلاق بسيط لسويتش تحولت من simple circuit لcomplicated circuit بحاجة إلى تطبيق كيرشوف current law الKCL والكيرشوف voltage law الKVL. أتمنى يعني تكون السيشن مفيدة للجميع ويعطيكم العافية.